تواصل معايا. اتكلم. مواطن صالح يا ولادي، مواطن صالح. الو عسلامة، صباح خير بنتي. وي عسلامة، لاباس بنتي؟ يعيشك يعيشك بالله ربي فضلك. البلد البلدية اختي بالله، انا ثم رجارة حشيك وحشا قدرك هدت علي للدار، فهمتني؟ ايه؟ الباب مسكر، اما هي هدت علي للدار، فهمت كيفاش؟ كي مشيت لكم باش نسال قالوا لي السيستم طايح، فهمتني؟ ايه. حبيت نعرف تعدي لي سيستم معنا الجميع اللي لهين بالرقارات. بيه دقيقه ما تعلقش، خنشوف لك ترى شكون. بيه بالله في ساحه الراو المعنى معنا للعنكوش تو الماء. بيه. الو. وي بنتي. اسمعني خويا، نعم. انت طلب البلديه والرجاله هذيا تبعها لناس، جيتش نقول لك من المره الاولى ومن بعد قلت لي خنثبت، اما هي تبعها لناس راهي. اي ما هو البلديه هو الزبله والخروبه يا سيدي خويا. نعم. الناس البلديه ما تنجمش تسرح لك رجاله ولا تسكر هيلك ولا. مو احنا كلمناهم لناس، هما ما متلهوش بينا، فهمت كيفاش؟ عدنا احنا كلمهم هما، يا الطب التوا مسؤول قال لي الحكايه هذيا تبعها لناس. والبلديه؟ البلديه ما عندهاش دخل في الحكايه. احنا فاش تابعينكم يا بنت؟ احنا فاش تابعينكم كان في الخلاصات؟ احنا شغلنا شكون يسهر عليه؟ الله يخليك يا حاج. انا الله يخليك انت ليه جو جو. انا راني بيرسونيل، ما عندي حتى دخل الحكايه هذه. انا راني ما نفيدكش فيها. انا اللي عندي قلت لك يا خويا، تحب انت عندك ما تبلغ اجا لهنا للمسؤولين الكبار وبلغ. انا ما عندي باش نفيدك. انا هاني قلت لك الحاجه الوحيده اللي نفيدك بها قلت لك تبع لناس. نعرف بنتي، ما لناس نحن تكلمناهم لناس، هما ما جاوبوناش، فهمت كيفاش؟ عاد انا نكلم البلديه نخلص في الزبله والخروبه ونخلص في الضوء وفي الماء وفي الدنيا كل. خلص الزبلة والخروبة، ماكش تخلص في حاجة تابعة رجارات، هذيك تابعة له حتى من فوق الرجارة. مكتوب عليها أوناس، مش مكتوب عليها البلدية. الزبلة والخروبة تجي البلدية تهز لك الزبلة من قدامك وتجي البلدية وتبقى تخلي الجار يحل لك عليك باب وحل عليك شباك وتريخ وكذا كذا، هذيك البلدية دورها. أما حاجة أخرى هي الرجارة مكتوب عليها أوناس. ليه الزبلة نهزوا فيها نحن، أما نحن نخلصوا وأنتم تخلصوا عن الزبلة والخروبة، أما الزبلة نهزوا فيها نحن بنت. أنتم بتجوا في الجمعة مرة. الله يخليك يا حاج، الله يخليك. فيش الله يخليك بنت. أكثر من هكا اللي عندي قلت لك حاجه. انا توم باش نمشي، انا بلخ المسؤولين الكبار. انا توم باش نمشي بنتي. قلت لك برا لوناس يا حاج. انا قلت لك المال العنكوش تقول لي بلغ لوناس، كلمتهم 400 مره بنتي. ما عندي ما نعمل انا حاجه، اذا كان بلاه تطلب فيا شديد فيا صحيح عندي نعمل لك. ما هو شديد فيك صحيح، ما كنت مسؤوله غادي بنتي تخدم غادي. مش مسؤوله انا والله، ابسط مني ما فهميش في اللي دار انا وما عندي باش نفيدك. مالكي ما تفيد بحد شيء، علاش تخدم مال غادي؟ هكاك حطتني الدوله بونيس على الاداره. لا بالحق بالحق بنتي. والله حطتني الدوله بونيس على الاداره. تحكي بالرسمي بنتي توا؟